الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر مفاتنها حتى ولو كانت أمام النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتستر المرأة مع المرأة كما تتستر مع محارمها، كما قال الله تعالى في ذلك: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، فجعل حكم المرأة مع النساء كحكم المرأة مع محارمها. والواجب على المرأة ألا تخرج مفاتنها بأن تلبس ثوبا ضيقا، بل إن المالكية رحمهم الله قالوا إن لبس الضيق لا يصح ولو كان فيه ستر أن تصلي به المرأة، وإن كان الراجح خلاف ذلك، مما يدل على أن المرأة لا ينبغي لها أن تلبس اللباس الضيق كالبنطلون أمام النساء، لكن يجب أن تضع شيئا عليها، وينبغي أن يكون ذلك فضفاضا وواسعا، حتى البنطال إذا أرادت أن تلبس فوقه شيء أن يكون واسعا فضفاضا. ومما يدل على أنه لا يجوز ما جاء عند الإمام أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لأسامة بن زيد شيئا فقال: ما صنعت البردة؟ قال: ألبستها زوجي، يعني زوجتي، قال: إني أخشى أن يظهر شيئا من عظامها، أن يظهر شيء من عظامها. قال: يا رسول الله، إنها قد لبستها ولم أرى منها شيئا. قال: مرها فلتجعل عليها غلالة. وهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق أمام النساء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأنا أعلم أن هذا المسألة مما قد يصعب على النساء تطبيقه، لأننا نعيش في زمن غربة، والله المستعان، مما عمت به البلوى ومما يخالف السنة. والواجب أن المرأة تعلم أن جمالها إنما جمالها مع زوجها، وأن إظهار زينتها موعودة بالوعيد، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كما يوجد الآن من الظلمة، والثاني كنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المال مائلة، لا يجدن الجنة ولا يجد لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. وجه الدلالة قال: كاسيات عاريات، ومعنى ذلك عند أهل العلم لها معنيان، أحدهما أنها تكون لابسة لكن لبسها ضيق بحيث يظهر مفاتنها، مما يدل على أنها كأنها عارية.